السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. ضمن سلسلة الديجيتال إنوفيشن موديل اللي تناولنا بها 4 فيديوهات، أنت بعد ما حضرت الديم الديجيتال إنوفيشن موديل كراستر داتا تقدر أنت تسوي لها إكسبورت، لكن في بعض البرمجيات كبرنامج الهيكراس أو غيرها تحتاج أنه أنت الراستر أي كان الخريطة أو غيرها تحولها الى شيب فايل يعني بوليجون. الخطوات جدا بسيطه لان يستدعيها البرنامج الاخر يحتاجها كبوليجون شيب فايل. فشلون الخيارات او الخطوات اللي تسوي لها حتى تسوي كونفيرت الراستر تو شيب فايل؟ تروح على ويندو تختار سيرش خيار سيرش، انا ما عندك خيار سيرش متوفر بالجانب، خيار سيرش موجود هنا، تكتب بالسيرش راستر تو بوليجون، راستر تو بوليجون، تختار اول خيار اللي هو راستر تو بوليجون كون فيرجن تحويل. راح نعطيك عده خيارات، يقول لك انبوت الراستر، الراستر هاي هي الموجوده عندك هنا، استدعيها تلقائيا. بعد ما تستدعي الراستر تنطي الخيار الثاني ان ما تريد تحولها انت، هو اصلا الاوبشن هذا راستر تو بوليجون. الفاليو اوكي، مباشره تقول له اوكي بهذا الخيار. دا تنتبه انه بالاسفل دا يقول لك راستر تو بوليجون، يعني دا تصير عمليه البروسس، لان هاي البرمجيات اللي مثلا برنامج البرنامج الهيكراس انت حتى مثلا تبدي بالعمل به ان شاء الله راح نتناوله بالمحاضرات القادمه او غيرها، او ببرنامج الجي اي اس او اي برنامج ثاني، انت تحتاج مثلا الشيب فايل وعندك المتوفره كراستر، فضروري تحولها المن يكون التحويل مباشره الى شيب فايل بوليجون. بعد ما تكمل العمليه هنا نحتاج هسه احنا مثلا نستدعي، نروح على بروجكت مثلا نقول له مثلا كرييت نيو راس مابر، وهنا نستدعيه مثلا نسوي لها استدعاء يعني مباشرة. فمن نسوي لها استدعاء المفروض القيم تكون صحيحة، او نستدعيها كشيب فايل، لذلك ضروري انه انت تعرف طريقة التحويل، وهي اتوقع طريقة بسيطة جدا يعني متوفرة وما موجودة بذاك التعقيد. مجرد ما تكمل هذه الخطوة بالاسفل اللي هي راستر تو بوليجون راح تظهر لك على الجانب هنا اللي هو Table of Content انه تحولت او انخلقت نسخة جديدة من الراستر الخاصة بالديم او الديجيتال انوفيشن موديل او نموذج الطوبوغرافية لمنطقة الدراسة اللي انت تدرسها توفر على شكل شيب فايل، وبالتالي تقدر تستخدمه. هذا ابسط خيار، هنا اكو عدة خيارات حتى انت تحول الراستر الى شيب فايل، لكن انا اللي شرحته ارتئيت اسويه بالفيديو هو ابسط طريقه مباشره استخدامه بسيط، خاصه اذا كان الشخص مو بروفيشنال او محترف باستخدام الارك جي اي اس او الكيو جي اي اس. هاي الطرق البسيطه اللي نشرحها احنا تحاول تسهل ان شاء الله بعض الامور. مجرد ما تكمل هذه العمليه اللي بالاسفل راستر تو بوليجون راح تنخلق هنا على الجانب تيبل اوف كونتنت، بعد ذلك انت تقدر تسوي لها اكسبورت. بعد ما تتحول الى شيب فايل تقدر انت تلقائيا تسوي لها اكسبورت. اكسبورت يعني استخرج لياها كشيب فايل وتخزنها بالفولدر اللي انت تريده. مجرد ما تخلص هذه العمليه اللي بالاسفل ننتظر ثواني. بهذه الصيغة تمت عملية التحويل الراستر إلى بوليجون، ودي يقول لك هنا بالأسفل إنه يعطيك الإشارة باللون الأخضر إنه تمت العملية بنجاح. بعد ما تتم العملية تحويل الراستر إلى بوليجون بالأسفل تكون ينطك إياها هنا على الجهة التيبل أوف كونتنت كشيب فايل، تقدر أنت تلقائيا تاخذ هذا الشيب فايل تسوي له إكسبورت داتا بالمكان اللي انت تريده وين تريد انه تخزنه، مثلا هنا تختاره كشيب فايل، مثلا تسمي
دم شيب فايل صيغة اللي خاصة بي شيب فايل أقول له سيف أوكي الصراحة سيفة تحول لك اكسبورتنج الداتا هنا بعد ما حولتها إلى بوليجون تروح تخزنها كشيب فايل بعد ذلك تقدر تستخدمها في أي برنامج أنت تحتاجه برنامج أقصد أنا كهيدرولوجي يحتاج صيغة الدم يعني خريطة النمط الطوبوغرافي للمنطقة كشيب فايل حتى يعمل عليها. ارتأيت انه اسوي هذا الفيديو ومكمل للبلاي ليست ضمن الديجيتال اليفيشن موديل حتى تكون الامور مكمله ان شاء الله لها. مجرد ما تكمل هذه الخطوات الى الاخير 100% انه خلاص تمت عمليه الاكسبورتنج واستخراج الراستر داتا كشيب فايل. بعد ذلك انه تكون العملية او المهمة انتهت بالنسبة لهذا الموضوع تقدر تستدعيها بالبرنامج اللي تحتاجه. احنا حاليا محتاجينها ضمن برنامج الهيكراس. اول خطوة به هو استخراج الراس مابر اللي راح نبلش به انه شلون انا اسوي كرييت نيو ترينر واتعلم انه شلون اقدر اسوي له كرييت جديد تلقائيا اقدر هنا أنا اسوي له كرييت نيو راستر. مجرد ما تكمل العملية راح أعلمكم إن شاء الله على الفيديوهات الخاصة ضمن الهيكراس إنه شلون أنا أقدر أستدعيها بشكل كامل وأشتغل عليها ضمن برنامج يعني ضمن البلاي ليست الأدفانس هيكراس أو الهيكراس ريفرس سيستم موديل. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، إن شاء الله نلتقي بكم بالمحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.